بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم الأغر الرابع عشر من شهر ذي الحجة، تشرفت لعام 1441، تشرفت بدعوة مباركة من سعادة مدير جامعة الأمير سونكلا وسعادة مدير معهد حلال في جامعة الأمير سونكلا لزيارة المعهد والاطلاع على برامجهم ومشروعاتهم. ولقد سررت كثيرا لما رأيته من برامج ورؤى واعدة تساهم مساهمة فاعلة في المجتمع المدني التايلندي، وتطور من برامج حلال ومنتجات حلال. فأشكر الله عز وجل أولا وآخرا على هذا التيسير الذي تم، وشكر موصول لجميع الإخوة العاملين في معهد حلال وعلى رأسهم سعادة الدكتور عزمان، وأيضا وكيل المعهد سعادة الدكتور علي ساموة. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأيضا جميع لنا ولجميع الأخوة العاملين. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وعمرا مديدا في خدمة الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.